شوف انا عدلت ال سي تي من 3 جي ل 4 جي شر. لان في عصافير جايتني وقالت لي ان هذا الريال لازم نساله وايد اسئله، فهل انت جاهز للاجابه عنه؟ جاهز. الناس تبغى تعرف عنك اكثر ترى. شرف، انا جاهز. كيف كانت بداياتك؟ سؤال بسيط، الجمهور يبغى يعرفك، الماضي القديم اللذيذ الذي يعرفه البعض والبعض عن طريق قناتنا بيتذكره منك. بالبدايات بتقصد المهنية ولا بدايات الحياة يعني؟ بداياتك المهنية في مجال الفن. الفن، أنا رغبتي بالتمثيل ولكن كانت رغبة الأهل أنه نعمل صحافة، فهي قصة طويلة كيف انتقلت من هون لهون، وأهلي كانوا مفكريني كل الوقت أنه أنا بعدني بالصحافة يعني. وانت عملت بدرس. عملت فيهم مغلب أنه أنت مش في الصحافة، ففجأة شافوني على التيفي، أنين شافوني بمسلسل. ولدنا كيف راح على التيفي؟ نحن نتذكره صحفي الولد. صحيح. وكيف كانت ردة فعلهم؟ والله يعني عانينا شوي بالبدايات، بس بعدين كانوا ضد هذا الشيء؟ يعني مو ضد الفن، لا، ضد انه إن اترك الجامعة، اترك فرع اللي كنت عم بدرسه. لان الصحفي ممكن بنقول مستقبله ابرز او افضل؟ يعني بوجهة نظر الاهل ممكن. انا الربع، لا اول مرة شافوك في التلفزيون، إيه؟ اهلك كيف عطني ردة الفعل؟ صراخ ولا هذا كيف؟ لا، هي استغراب، استغراب انه يعني انت شو جابك على هالقصة يعني. هيك كانت الفكرة. منو اكبر داعم حقيقي لك في حياتك كلها؟ والله الأهل. الاهل، يعني هم كانوا العرقلة وهم طبعاً كانوا الدعم. طبعا، بس انت بدك تقدر، يعني بدك تقدر هنن كيف بيفكروا، هنن كيف بيشوفوا، ضمن معرفتهم في المجال الفني. منو اكثر شخص دعمك؟ انا دعمت حالي، افخر اني اقول انه انا عملت حالي بحالي الحمد لله. طيب يعني مين اكتشف موهبتك؟ أنا اكتشفت موهبتي. لا، ما في حد اكتشف، كله أنا؟ لا، هو في معهد عالي فنون مسرحية أنت بتتعرض لفحص قبول. أوكي. فاللجنة يا بتقبلك يا بترفضك. في أول عمل أنت سويته كيف كان شعورك؟ مرعب، أنا لليوم بخاف حتى هذه اللحظة. شو اللي تخاف منه؟ عدلنا الجلسة هاي 6 جي. أخاف يا خوف قلبي من 7 جي هلا. إحنا أنا بديت أتحمس في الحوار. من شو تخاف؟ أخاف يا من شو يخاف من الحياة؟ من الفشل. الفشل. ايه. بس الفشل او بنقول الاخفاق يزيدك قوه. صح، بس هو شعار شوي. شعار شوي، انا بحسه انه الفشل بيزيدك قوه، بحسه ذريعه لاي حدا فاشل يضل يونس حاله بالفكره. في شو فشلت انت قبل؟ اكيد كل انسان في شو فشلت. اكيد فنيا في شو فشلت؟ والله بكثير قصص. مثل بدك تحدد لي وين؟ انا تارك لك تارك لك الباب عشان انا رميت السناره بشوف وين باخذ الطعم. انا فاشل بقصص الحب، يعني يا من ما يحب. لا، انا فاشل فيها، انا ما لا اصلح دائما لا ارضي الاخر. انت كاتب. نعم. اليوم لو مثلت في عمل من الاعمال اللي انت كتبتها وكان في ممثل موجود معاك في نفس العمل، الشخصيه اللي انت جسدتها وما طبقها 100% وما مشى على النص اللي انت عطيته، شو شعورك او رده فعلك او كيف راح تتصرف بناء على الموقف اللي يصير؟ والله انا ماني صدامي ابدا، بس انا يعني اعتمد على الحجه والاقناع. أوكي. ودائما الحوار والنقاش مع شركاء العمل بعتقد بيوصل لنتائج كويسه. انت بالنهايه ما عم تعمل. صح. عمل للتسليه، عمل انت توصل فيه رساله على الاقل بالاعمال اللي انا بعملها. نحن نسعى دائما انه نقدم اعمال ترقى لفهم الناس ولمستواهم الفكري والعملي والاجتماعي. خبرنا والجمهور الحين كله يشوف بدون اي رد دبلوماسي، بدون اي لف ودوران، اصطدام صار معاك في عمل فني؟ والله ولا مره. معقوله؟ صدقا ولا مره. صدقا. شخصيه تحب تشتغل معاها ودائما اذا شفت هذه الشخصيه على طول اسم اسم ممثل ممثل مخرج شخصيه؟ عطني شخصيه. ايه رشا. والله يا لا، انت تحب برتي. جميع الممثلين وجميع الفنانين احنا ضغطنا عليه، استخدمنا ضغط عيش الفجيره نطلع منه اجوبه. أيه. يا من احنا جدا 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 نشكرك على المعلومات الغنيه والقيمه اللي انت اعطيتنا في هذه الحلقه وبالجوله الاستثنائيه اللي خضناها. ام سالم مشكور على القعده الاستثنائيه وما شاء الله قدام قلعه الفجيره والضيافه الحلوه اللي قدمتي لنا اياها. يا من الجمهور يشوفك، قول الرساله والتجربه اللي انت خضتها اليوم، شو حاب تقولهم؟ والله تجربة أكثر من رائعة. أول شيء بتشكركم وبتشكر تلفزيون الفجيرة وبتشكر هالناس الطيبة وهالمكان الجميل جدا. نحن يعني لقيتونا بكل حفاوة وبكل حب. أنا عشت اليوم خلينا نقول هيك حنين قديم جدا فاق فيني يعني بضيعتنا وبمكاني وبحارتي. وفعلا العربي بيشبهوا بعض. أنا اليوم آمنت بهذا الشيء تماما، فشكرا لكم وأنا سعيد جداً وتجربة حلوة كانت، تعلمنا منها كتير. تجربة لا تنسى بإذن الله. أبداً أبداً. نحن نشكرك جداً على تواجدك وحضورك. إن شاء الله من عيدة.
باذن الله الواحد الاحد خلاص صار بيننا تواصل. اكيد اكيد بتشرف.